قبل ما ندخل النقطة الثانية بين الشعراء، أنا عايز أحيي كل الحضور اللي حضروا، من أول طبعاً أستاذنا وخابتنا، وإن إحنا دايماً بنمشي برأيه ونهتدي بكلامه الأستاذ ده عبد المضرابي. أستاذ الدكتور مصطفى عز الدين، واحد من قامات صالون العافية وعلامة الصالون، وبرضه الأستاذ صلاح الدين عبد المنعم، واحد من أبناء الصالون وعلامة من علامات الصالون، واللي كان غايب وحضر وحاجة تسعدنا جميعا، وشاعر الفصحى وفنان العود الأستاذ أنس محمد صالح، وشاعرة نرمين عبد الله، أهلا وسهلا بحضرتك، وشاعرة عائشة الكاشف، وكمان أستاذتنا داء البيوم الشاعرة إيمان العقيلي، أهلا بحضرتك. ويعني هدية اليوم وهدية صالون عافية النهاردة، إن شفت حد كل مرة بنتمنى نحضر، لكن النهاردة كان يوم السعد لما حضرت الشاعرة هدى للبلد. والشاعرة اللي بتغيب وبتحضر ولكن دايما معانا الشاعرة ديانا وصفي، والفنان الجميل رمضان عبد الله، وشاعر جميل، واحد من رواد صالون عافية، ومن هنا رسالة عبد الله الرمازي، واللي كانت غايبة وحضرت بعد فترة الدكتورة نانسي نبيل. وعايز أقول يعني أنا في شغلي المناظر هي الأساس. أنا لما بدأت أنا مهندس زراعي لاندسكيب، فشغلي في القناطر، وربنا سبحانه وتعالى ما خلاش القناطر ليها شغل حتى في الشعر. ربنا زي ما بجيب الورود بتاع القناطر بزرعها في شغلي، الورود بتاع القناطر جت في صالون برضه، صالون عافية. فأريح بحيي أبناء القناطر واللي جم مخصوص من القناطر، بشكرهم على المشوار وآسف على اللي حصل قبل ما تيجوا. الشاعرة نجلاء، والدكتورة أمل الجبري، والأستاذة مضاب الجورية، وهو طبعا كاتب مستمع لكن هو قام من قامتنا، وإحنا بنتعلم منه فن التقديم بقى، الأستاذ محمد جفور، شاعرنا الكبير شاعر وجيه أمين، شاعرة مشاكسة، وكل قصيدة منها مدرسة، وفعلا الشاعر عندها زي ما تقول بتنزل الشاعر حرفة، الشاعرة عفاف ترك، ممكن ما تعلقش على حاجة بس لازم تقرا. انا هعلق واقول يا جماعة الأستاذ عفاف ترك واختي كلكم على دماغي، وكلكم شعراء لا تقلوا ابدا بالعكس تزيدوا، لكن انا في وجهه نظري الشخصيه المتواضعه استاذ عفاف ترك امبراطوره الشعر العاميه في مصر. انا سعيد جدا جدا بجد ان هي رحبتني وتنازلت وشرفت انها تيجي تسمع كلامي الغريب اللي انا بكتبه هنا. شكرا ليك يا استاذ عفاف ولكل الناس اللي حضرتك. عشان تعرف انا بستحمل قد ايه الكلام الغريب طيب طيب وشاعر الفيوم وشاعر كبير عبد الله الخطيب، اهلا، ومؤسس صالون جنينه والشباك ورئيس جمعيه جنينه والشباك الشاعر الاستاذ عصام جمال ياسر، شاعره من اسوان وموجوده معانا في صالون عافية على طول، ودايما معانا زينب الاسوانيه، اهلا بحضرتك. وتاريخ المعلومات قيمة عن القاهرة، احنا القاهرة بقالنا سنة لسه ما جيناش ما خلصناش شارعين صح؟ ولسه القاهرة ياما أسرار
دايما اعرفها من الاستاذه عزه لبيب. اهلا بحضرتك. ومعانا بقى ناس لاول مره مفاجاه، لكن ان شاء الله مش هيبقى اخر مره. المطربه شيماء ضاحي والمطرب مؤمن ضاحي. اهلا بيكم، اهلا بحضرتكم، ودايما منورين ان شاء الله. وبنت صالون عافيه ودايما منورانا، ودايما بنفتخر ان هي معانا. دكتوره منال غانم. وبنرحب طبعا بعد غياب استاذنا الكبير قادر محمد. اهلا بحضرتك. استاذه نبيله اهلا بحضرتك، دايما منورانا. هي كاتبه مستمع مع انها في صالون تاني ما شاء الله عليها، قايمه في صالون يعني، وهي بنت عافيه. وعايز اقول ان احنا تعبنا جوزها في اللي انتم شايفينه ده، الاستاذه عبير علي عثمان. اهلا بحضرتك. وهي تبع صالون الزمالك يعني، بس اذا عارفه صالون الزمالك عشان اهلاوي. وجنى جنى تامر وسامة وليد. اهلا بحضرتك. عايز سقف انت على الجزء ده، وعارفه اقول لك اهلاوي ما بتروحش، عايز سقف. لا لا مش وشاعرنا الجميل ابراهيم عاشور. اهلا بيك. وبعد غياب شاعرنا الجميل عبد المطلب عمران. اهلا بحضرتك. والفنان والشاعر الجميل الفنان هشام زكريا. اهلا بحضرتك. والشاعر بعد غياب برضه، الناس النهارده كتير جايه بعد غياب، الاستاذ علي يحيى. اهلا بحضرتك. فيديوي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. والشاعره عايده محمد. اهلا بيكي. ومعانا النهارده، احنا المره اللي فاتت ما كانش فيه مطربين، وكنا بنكون شعري بس، وبنكون بين مطربين. ما شاء الله النهارده في فقرات غنائيه كثيره. الشاعر جميل رضا احمد. اهلا بيك. الشاعر الكبير محمد النمر. اهلا بيك برضه بعد الغياب. ولو احنا نسينا حد عشان بس ما ينساش كده، ياخد ورقه منك باسمه. احنا بنقول بس عشان لو في حد نسيها. تمام.